السلام عليكم متتبعي صفحة تايل اوف بسكرا. يوم جديد، يوم خير، يوم للتطوع، يوم للعمل الخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبادرة تاع لنا نام وإخواننا جائعين، دائما 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 نقولها ونعيدها، نحن نستمد القوة والقدرة من عندكم، من عند أهل الخير، من عند متطوعين اللي يحبوا الخير، اللي يحبوا الناس بسكرة يعودوا ديما شبعانين، يعودوا ديما في متخوين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اليوم معنا متطوعتين على كل حال. عمي نجيب، نعم، راهو معنا اليوم متطوعتين. متطوعه الاولى الحاجه اللي كل ما نعيطوا لها، كل ما نعيطوا لها تقول نجيبوا نطيب لكم، ورانا درنا النداء هذا باللي راهو ما كانش كل اللي راهو متبرى باش يطيب ليامات هذه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الميمه كل ما نقولوا لها تقول نجيبوا طيب. هاي اليوم درت لنا وجبه، وفي اخر لحظه قالت لي، عيطت لي قالت لي اني ما لحقتش. معليش مسكينه، راهي وحدها. ربي يعطيك القوه، ربي يعطيك القدره ان شاء الله. ميمتي الحمد لله عيطت لي في اخر لحظه قالت لي الله ما لحقتش باش ندير لكم سلطه. رحت زيت سلطه عمي نجيب وديتها الخطنه تاع طريق صحراء. معليش الحمد لله الحمد لله. وهاي وجدت سلطه. ربي يبارك. هاي ربي يبارك، ربي يبارك، ربي يبارك. يعني سلطة هذه تبان تاع عرايس جهزتها، يعطيهم صحتهم، جهزتها ربي يبارك. ربي يعطيهم يبارك فيهم ان شاء الله. شكرا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يعني ربي يعطيك ما تمناه يا اختي، ربي يفرج عليك ان شاء الله. أمين. وربي يرزقك. قالت لي قالت لي ربي يرزقني بعمل ان شاء الله. ربي ان شاء الله، إن شاء الله. ربي يرزقها ان شاء الله، ان شاء الله. وتتهنى في حياتها ان شاء الله. امين يا رب العالمين. ادعوا لها. عمي نجيب، يا بسم الله الرحمن الرحيم، قدمنا الوجبه تاع اليوم. الانوار، مساء الخير، مساء الصدقات، خاوتنا متتبعينا مرحبا بكم. عدنا ولا مرحبا بنا عدكم. كما العاده يوم جديد، يوم منور ان شاء الله، بخاوتنا بالمتطوعين بالمتصدقين. ربي يجعلها في ميزان حسناتكم كامل، وربي يفرحكم، وربي يعطيكم ما تمنوا ان شاء الله. بفضل هذا العمل الخير ان شاء الله اللي رانا كامل ان شاء الله مبادرين فيه، ان شاء الله رانا مستمرين ومكملين، وهذا برعايتكم انتوما وبالعطاء نتاعكم نتاع خاوتنا كامل ان شاء الله. خاوتنا اللي راهم في الولايه نتاعنا، المتطوعين ان شاء الله اللي راهم ديما مساندينا. ربي يبارك فيكم، وربي يعطيكم ما تمناه ان شاء الله. يوم جديد كما العاده. هاك تشوف خويا حسام، وميمتنا ربي يبارك. شوف ربي يبارك، غير السيكاج تاع المدجدج برك، ربي يبارك عليها، ربي يبارك عليها. والله يعني ما شاء الله، يعني مريقل بعد، يعني حاكم روحه معدول مسقم. ربي يبارك، ربي يبارك، ربي يبارك، ربي يبارك. هنا شوف هاي ميمتنا دارت لنا حاجه خارقه للعاده. هاك تشوف، تفضل ارواح لي منا. اليوم فيها سباغيتي يا اخي. سباغيتي. اليوم سباغيتي. اليوم حبينا، اليوم حبينا نجيب نبدلوا الوجبه. ربي يبارك، ربي حبينا نبدلوا الوجبه. انعميه سباغيتي مع النوش اخويا، معليش سباغيتي. ربي يبارك، ربي يبارك عليها ان شاء الله، ربي يعطيها صحيحتنا ميمتنا. بوه طيب، بوه طيب هذا؟ والله يا اخويا بول تاع الفيونداج. انعميه بول تاع الفيونداج. انعميه. هاي ربي يبارك. افتح لنا هذه سمسم ترى. بسم الله الرحمن الرحيم. افتح يا سمسم. كيما العاده شريبه، ربي يبارك ما شاء الله. شريبتنا كيما راك تشوف، هاي وراها شريبه اخويا. للتذكير فقط. وهذه للتذكير، هذه الوجبه تاع اليوم هذه راهي كيفاش نقولوا حنايا، راهي صدقه. معروف. معروف. من واحد الحاجه في فرنسا مغتربه. في فرنسا. ربي حبينا نوصلوا الامانه هذه باللي راهي، الامانه تاعها هذه باللي راهي وصلت. انعمين. الحمد لله درنا لها، قالت لنا ديروا لي وجبه ان شاء الله. وجبه معروف صدقه عليها هي. يا ربي يحفظ، ربي يحفظ لك ولادك. امين يا رب. ربي الحاجه هذه راهي مدعوه. يسموها ميسيكا يا ربي، مشهوره بميسيكا. عيطوا لها ميسيكا. حاجه زهره يسموها. الحاجه راه وصلت امانتك. هاي وصلت امانتك. ربي يبارك فيك. ربي يجعلها صداقه ان شاء الله عليك. ربي يجعلها صداقه عليك ان شاء الله. ربي يهنينا كامل، وربي يرجع كل غريب، يرجعوا البلاد ان شاء الله. ان شاء الله ترجعوا لاباس ان شاء الله من الغربه، وان شاء الله تعيا وبيناتنا ان شاء الله، وترمضنوا معنا ان شاء الله، ونرمضنوا كل في الساحه هذه ان شاء الله.
اليوم سنا بربي ان شاء الله رانا منظمين بروجرام درت لها دبشه من ان شاء الله انا عميه هاي مليح ان شاء الله يصلح البروجرام هذا خويا حسام ان شاء الله انا نوجدوا له نوجدوا له ان شاء الله يعودوا طويبلات هنا مسكين بربي ان شاء الله وافطار جماعي لخاوتنا كامل عاده يعني ان شاء الله نديروها فكره زينه ان شاء الله تلحق برك ويبلغها ربي العالمين ونفطروا خيان الكل ونفرح ان شاء الله يرفع علينا ربي الوباء هذا ونجم له كامل هنا مكره في الكورونا يا خويا وكان اليوم ثاني متبرع نعم كان اليوم متبرع مد مبلغ امانه لخونا ساعد ربي يجعل وقال له اخويا اليوم وصرفها ودرنا اخويا بها قفف نعم يا ربي الحمد لله ربي اخويا ربي يا محسن يا متبرع راهي لحقت امانتك وراهي بربي ان شاء الله بربي ان شاء الله راه في ميزان حسناتك ربي يثبت اجرك راه جات في وقتها جات في وقتها هي ربي يثبت اجرك ان شاء الله الخليقه ياسر كاين عائلات ياسر والله العظيم غير محتاجه هذه هي وان شاء الله ربي يعطينا الصحه والجهد ان نلحقوا الامانه لخوتنا ان شاء الله ما يبقى حتى محتاج ان شاء الله سير تشوف القفف بعد ناس في امس حاجه للقفه يعني ربي ان شاء الله يكثر من المحسنين وربي ان شاء الله يقلل من المحتاجين ان شاء الله في بلادنا ان شاء الله ربي يكثر من المحسنين ان شاء الله وربي يقلل من المحتاج ان شاء الله في بلادنا ان شاء الله هذه هي في الوطن في الجزائر كامله ان شاء الله هذه هي وربي يبارك فيكم ان شاء الله ويجعلكم ان شاء الله ديما سباقين الخير وربي يرفع علينا هالوباء ويدفع علينا المرض هذا ان شاء الله ونعود في احسن حال وربي يبارك فيكم ان شاء الله وهذه هي وخلاص ان شاء الله عمي نجيب ان شاء الله عمي نجيب المهم ديما النداء تاعنا بلي راهو باب التطوع راهو مفتوح ديما مفتوح راهو الايامات هذه اكل الايامات هذه اكل راهو ما كانش كل اللي راهو متبرع اللي راهو يطيب يعني نداءنا دائما باب التطوع راهو مفتوح اتصلوا اللي حاب حتى بحاجه برك حتى بكلمه طيبه مرحبا به مرحبا به مرحبا به احنا رانا في خدمه غير نحتاجوا غير كلمه طيبه رانا هي رانا في خدمه الناس هذه اللي راهم بدون ماوى سيرتو اللي راهم بدون ماوى والدعاء اكثر من الدعاء ربي يرفع علينا هذا الوباء الناس راه محتاجه بامس حاجه للدعاء سمعتني بامس حاجه للدعاء هذه هي برك الدعاء لبنياتنا ربي يستر ان شاء الله والدعاء لوليداتنا ان شاء الله ربي يبعد عليهم هالامراض مش مليحه هذه من وش هو اخويا وش كاين هذا سمعتني كثروا لنا من الدعاء لخاوتنا لاميماتنا ربي يشفي كان شي مريض عندنا ثاني ان شاء الله ان شاء الله هذه عندنا دعاء لخونا محمد اللي راهو مع صيفي راهو تقاس كورونا مسكين يدعوا له بالشفاء ربي يشفيك خويا محمد ربي يشفيك خويا محمد ان شاء الله ادعوا له معاكم ان شاء الله يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله يا ربي يا ربي ان شاء الله يروح كل واحد ما يبقى ان شاء الله السبيطار يا خويا ما يبقى فيه حتى واحد ان شاء الله ان شاء الله هذا الشيء اللي رانا متمنينه ان شاء الله ربي يرفع علينا الوباء وربي ان شاء الله ما يبقى حتى محتاج ان شاء الله في ولايتنا ان شاء الله هذه هي برك وربي يبعد علينا هالامراض هذه ان شاء الله والهم هذا ان شاء الله ونرجع ان شاء الله نبداو درك نبداو نسقوا راح الحال عمي نجيب يا بارك الله اليوم اختار بلومي ولا ماجر ربي ان شاء الله جاك عصات بلي اليوم واش نقول لك خليها ربي برك ربي يحسن عونه قلت لك عمي نجيب قبيله الوجبه تاع اليوم راهي باسم الحاجه هذه بالخير الزهره المدعوه مسيكا راهي في بلاد الغربه احنا نقولوا لك الحاجه راهي في ميزان حسناتك امانتك راهي لحقت وادعيوا لها ان شاء الله بالرحمه ان شاء الله الرحمه راهي في حياتها انا امين راهي عايشه راهي في الغربه ربي يرزقها الخير ان شاء الله ربي يعطيها الصحه انا امين وربي يهنيها في ولادها ان شاء الله هذا مكان الحمد لله الحمد لله الحمد لله على المبادرات هذه على التطوع هذا وادعوا لنا معاكم احنا ربي ان شاء الله يعطينا القوه برك انا امين ويهنينا ان شاء الله في ما ناش حابسين عمي نجيب لا القوه اللي يعطيها لنا ان نعودوا متهنيين في دويراتنا حسام اخويا هذاك مكان يعودوا لنا وليداتنا متهنيين وزوجاتنا لاباس واحنا رانا مكملين ان شاء الله في المبادرات ان شاء الله الرائعه الجميله ان شاء الله اللي ان شاء الله تبقى ديما ثمرتها
في بلادنا ان شاء الله ربي ناجحة. اي واحدة سواء في التسجير سواء في الاطعام سواء في الجنائز سواء في اي حاجه في المرض الحمد لله في الزبراي هذا نتاع الاكسجين هذا في الصدقات في القفاف في كل شيء ان شاء الله. هذه اختنا مكه مكه مكرمه قالت لك اخويا ادعوا لي بقضاء حاجتي ربي يقضي لك حاجتك ربي حاجتك وربي يرزقك من حيث لا تحتسبي خير ربي آمين. سبحانه راهو كثير وكبير آمين. ربي يرزقنا الخير ربي يرزقنا الصحه آمين. ربي يرفع لنا هذا الوباء ربي نعيشوا هانيين ربي كيفاش نقولوا حنايا ما راحتش واحد المهم حيدر ومن قبيله يسقسي حيدر بوعكاز حيدر بوعكاز ديما يسقسي حيدر خونا ربي يبارك فيك ربي يعطيك صحتك يا حيدر تاوتنا اللي في الغربه ربي دحمان راك ليك مره ما كلمتش دحمان اخويا الله غالب انا والله ما قعدتش نكلمك سامعني ربي والله راني مربوط دحمان اخويا الله غالب الحمد لله كلمني من بعد كلمني يا اخويا انا توحشتك عمي نجيب كلمني امين نجيب خاوتنا اللي في الغربه ربي يبارك فيكم وربي يحفظكم ان شاء الله على بالي بلي راكم في كيما يقولوا في عزله كبيره راكم متوحشين ياسر بعد هذيك هي راكم متوحشين على بالي بلي راكم كي تشوفوا حوايج مبادرات كيما هذه راكم واش نقول لك قلوبكم تعود تفرفر بعد سيرتوا بالقصاح وسيرتوا بالخير كي يعودوا يسرجوا فيه الحمد لله مازالت في بلادنا ان شاء الله ونكملوا فيها حنايا كامله بعكاز ان شاء الله نحولوا نعودوا خير خلف لخير سلف ان شاء الله نكملوا في القصعه ونكملوا في الكرم والجود تاع الولايه هذه والدينا واحبابنا كل ان شاء الله وربي يبارك فيكم وربي يحفظكم ربي ينورك وربي يسعد كل مؤمن ان شاء الله ربي يعطيه الصحه وربي يعطينا الهنا ان شاء الله هاي يا عمي نجيب أبدانا في العملية المجموعة الثانية راي مشكورة اللي راي متطوع معنا ربي يعطيكم صحتكم إن شاء الله ربي هنيكم المجموعة رانا والو ربي هنيكم إن شاء الله كل الحمد لله آخر كلام هو الصلاة على رسول الله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ليلة سعيدة متتبعي صفحة آيلوف بسكرة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا